الحقيقة إبراهيم وقع نفس الإشكال، نفس الإشكال بتاع هاجر هو الإشكال بتاع قطور. لقد تسرع إبراهيم حينما تزوج هاجر ولم يلتفت إلى الوعود التي عاهده بها الله أنه يعطيه نسلا من سارة. تسرع، عاوز يبقى عنده عيال بأي طريقة وبأي ثمن وبأي كيفية. نفس الغلطة وقعها المرة دي أيضا حينما تزوج بالقطورة، وقطورة راحت على طول جايباله 6 عيال في خيط واحد. شوفوا كده سارة، بصوا لسارة وبصوا لقطورة. ربنا قال له أنا حجيب لك نسل من سارة دي تتبارك فيه جميع أمم الأرض. هنا المقصود به هو مين؟ المسيح له المجد. إنما هو مش صابر، متسرع، والخطيتين اللي سجلهم الكتاب لإبراهيم إنه كذب مرتين فيما يختص بسارة، وتسرع مرتين أيضا من أجل النسل في الحالة بتاعت هاجر والحالة بتاعت أخوه. لقد أراد إبراهيم أن يعتمد على الطرق البشرية، عاوز عيال بأي طريقة، عاوز نسل بأي طريقة. الطرق البشرية ممكن تجيب حل سريع، لكنه حل غير مرضي أمام الله وليس بحسب إرادة الله. ممكن إحنا نلجأ للطرق الطبيعية، والطرق الطبيعية بتدينا نتائج أحياناً سريعة لكن العواقب بتاعتها وخيمة، العواقب بتاعتها وخيمة. هذا خطأ من الخطأين اللذين ذكرهما الكتاب المقدس فيما يختص بشخصية إبراهيم. وبعدين بعد ما هو اتكلم هنا يقول وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا. وبعدين يقول جميع هؤلاء بنو قطورة، حتى مش منتسبين إليه. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم، وهنا يقصد هاجر وقطورة، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. هنا الحقيقة في أمر أنا أرجو أنكم تاخدوا بالكم منه، أمر في غاية الأهمية. زواج إبراهيم من 3 زيجات أو ارتباط إبراهيم ب3 زيجات يوضح لنا 3 أمم كبيرة ظهرت على مسرح الحياة ومسرح التاريخ. أرجو أن تلتفتوا إلى كلامي. إحنا قلنا كما سجل ذلك معلمنا بولس في الرسالة الغلاطية إن هاجر كانت رمز لشريعة سيناء الشريعة اليهودية، وصار رمز إلى شريعة النعمة، وقطورة ترمز لإيه؟ ترمز إلى الأمة التي أتت بعد ذلك، بعد اليهودية والمسيحية. الاثنين بره
ولكن إسحاق هو الذي أعطاه إبراهيم كل ما له، والاثنين دكهم أولاد هاجر وأولاد قطورة، صرفهم بعطايا مادية. أنا مش عارف أنتوا فاهمين اللي أنا عاوز أقوله ولا لا. اللي عاوز أقوله، أنا أتذكر دلوقتي مثل الابن الضال. مثل الابن الضال طبعا الأب كان بيرمز للآب السماوي. الابنين في هذا المثل، الابن الأكبر رمز للأمة اليهودية، والابن الأصغر اللي هو أخذ فلوسه وراح للكورة البعيدة، ده رمز للأمم للوثنيين، لأن العالم في الوقت ده كان من ناحية العبادة منقسم إلى قسمين، يهود وأمم، أو يهود وثنيين، أو ختان وغرلة. وبعدين المهم مش النقطة دي. أما رجع الابن الضال، وطبعا سمى اليهود كان بيرمز اليه الابن الاكبر، لانه هم في معرفتهم لله اسبق من الوثنيين، فهم اكبر من هذه الناحيه. رجع وبعدين سمع طبل وزمر، ايه سال العبيد ايه؟ قالوا ده اخوك جا وابوك ذبح العجل المسمن. يا خبر ابيض، ازاي ده اللي اكل معيشتك مع الزوالي تعمل معاه كده؟ شوفوا كلام الاب اللي هو بيرمز للاب السماوي، يقول له يا ابني أنت معي كل حين، وكل ما لي فهو لك. حينما أعطى إبراهيم إسحاق أعطاه كل ما كان له. هو ده الابن، هو ده الابن الحقيقي اللي يشير للابن الحقيقي لله، يعني أولاد الله، يعني هو ده بيشير إليهم. إسحاق الذي من نفسه حسب الجسد المسيح إلهنا، الذي تباركت وتتبارك في جميع أمم الأرض وقبائل وشعوب الأرض، هو ده الذي أخذ كل شيء، كل ما لي فهو له. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أمور ترتبط بهذا الأمر. الاثنين ولاد هاجر وولاد قطورة ادهم عطايا مادية. شوفوا يا أحبائي، ده اللي احنا ملاحظين لغاية دلوقتي بعنينا، ان أهل العالم ربنا بيديهم حاجات مادية. ربما تبصوا تلاقوا إنسان شرير وربنا مقويه في صحته، لا بيمرض ولا بيجرى له حاجة، واحنا اللي مرضانين وتعبانين وولادنا فيهم، وهو موسع في رزقه أو موسع في رزقهم، وإحنا اللي مضيق علينا. أيوة، ربنا بيديهم عطايا مادية، إنما إحنا بيدينا إيه؟ ده إحنا بناخده كله. يا ابني أنت معي كل حين، وكل ما لي فهو لك. عاوز إيه بس؟ ده المسيح على المذبح ده بيعطينا ذاته. إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ عاوزين ايه؟ عاوزين رزق؟ عاوزين فلوس؟ عاوزين غنى؟ عاوزين صحة؟ عاوزين تضربوا الحيطة توقعوها؟ عاوزين ايه؟ المسيح حينما يكون ساكن في القلب بغنى، ماذا يعوز مثل هذا الإنسان؟ أنا عاوزكم بهذا الفهم تفهموا، تفهموا ثلاثة أمم: الأمة اليهودية، والأمة المسيحية، وأمة أخرى أتت بعدهم. الأمة المسيحية بتتوسط الاثنين التي يرمز إليها إسحاق، ورفقة التي كانت ترمز للكنيسة، هم دول الذين أعطوا كل ما لله. الروح القدس زي ما قال المسيح: يأخذ مما لي ويعطيه.
أما الحاجات الثانية اللي هي ما تتغروش عطايا مادية، إبراهيم صرفهم بعطايا مادية، لكن العطايا الروحية وكل ما كان لإبراهيم أعطي لإسحاق. وهنا أما يقول كل ما له إبراهيم إدى لإسحاق كل ما له، مش الفلوس، لا، كل حاجة، ومنها البكورية والبركة، كل ما كان لإبراهيم أخذه إسحاق. كان إسحاق أيها الإخوة ابن الموعد، فأعطاه إبراهيم كل شيء. ونحن أولاد الله، والله أعطانا في المسيح كل شيء. مهما سألتم من الآب باسمي إياه تعطي. عاوزين إيه أكثر من كده؟ عاوزين إيه؟ إيه اللي عاوزينه من ربنا أكثر من كده؟ الله أعطاكم ذاته، أي حب أعظم من هذا أيها الإخوة؟ أخيرا مات إبراهيم، مات إبراهيم كإنسان، لكن لم يمت إيمان إبراهيم. مات إبراهيم وهو في سن 175 سنة، لقد ترك حاران وهو عنده 75 سنة، ولد إسماعيل وهو عنده 86 سنة، ولد إسحاق وهو عنده 100 سنة، وعند وفاة سارة كان عنده 137 سنة، وعند ولادة يعقوب وعيسو كان عنده 160 سنة، وكان عمر إسماعيل عند وفاة إبراهيم 69 سنة، وإسحاق كان عمره 75 سنة، أما كل من يعقوب وعيسو فكان عمره 15 سنة. بتعجبني الكلمة اللي هي اللي سجلها موسى النبي في سفر التكوين عن إبراهيم: وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أيام وانضم إلى قومه. هذا هو طريق الأرض كلها أيها الإخوة. لقد صار إبراهيم أبا لكل المؤمنين، ولذلك أنا قلت لكم إن إبراهيم مات، لكن إيمان إبراهيم لم يمت، بل إن إبراهيم صار أبا لكل المؤمنين، وصار مثلا أعلى للإيمان، وهو إن مات يتكلم بعد، ونحن نتعزى بإيمانه ونتعزى بشركة حياته مع الله. كانت رفقة التي اتخذها إسحاق زوجة كانت عاقرة، فلم تلد لإسحاق بنين، وصلى إسحاق لأجلها فولدت توأمين. العجيب أن كثيرات من القديسات في الكتاب المقدس كن عواق، ما يولدوش، فسارة كانت عاقرا وفتح الله رحمها، ورفقة كانت عاقرا، وحنة أم صموئيل كانت عاقرا، وزوجة منوح أم شمشون كانت عاقرا، وأليصابات أم يوحنا المعمدان كانت هي الأخرى عاقرا. وفي تاريخ الكنيسة نجد أمثلة أيضا لقديسات كن عواقر، فأم القديس مكاريوس الكبير أبو الرهبان اللي هو بيسموه قديس أبو مار كانت عاقرا، وأم الشهيد العظيم مارمين العجيبي أيضا كانت عاقرا. كانوا عواقر دول، وبعدين ربنا اداهم. طب يعني بس غير ربنا بس بيمرمر عشتهم ليه؟
ما يديهم من الأول بس بدام حيديهم ما من الأول كده وخلاص، لا، هذا مفيد من عدة عوامل. قالوا ينتظروا إليه، إنما لو اداهم على طول ولا يصلوا ولا يعملوا ولا حاجة. ربنا مش معنى إن إحنا أولاده إنه يدينا كل حاجة كده بالكبشة ويدينا زي ما إحنا عاوزين، لا، ربنا يهمه خلاص نفسنا. أهم حاجة بالنسبة لينا عند ربنا خلاص أنفسنا. حتى بالنسبة للإنسان الشرير اللي معلمنا بولس الرسول اتكلم عنه في الرسالة لكورنثوس، الرسالة الأولى والثانية، الذي ارتكب خطية الزنا مع امرأة أبيه وقال أمرت وكأني غائب بالجسد ولكني حاضر في الروح الذي فعل هذا مثلها، الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، آمر أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. كل الهدف أن تخلص الروح في يوم الرب يسوع ويسلم مثل هذا للشيطان، يعني تطبيقات تبتدي تحيط به من كل ناحية حتى يبتدي يصحصح ويفوق لروحه ويبتدي يلجأ لربنا، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. كل المهم أن الروح تخلص في يوم الرب يسوع، ده هدف الله بالنسبة لعلاقته بأولاده. لقد صلت رفقة وصلى إسحاق لأجلها أن يفتح الله رحمها ويعطيها نسلا، وفعلا استجاب الله وربنا مد إدى بسعة، إدها بالجوز، إدها توأمين في بطنها. والحاجة العجيبة على هذين التوأمين يعيش ويعقوب، العهد القديم ده كله رموز، خلي بالكم كله رموز من أجل تعلمنا، ما احناش قاعدين ماسكين سير ناس وبندرس سير أشخاص، لا، ده زي ما قال الرسول أن كل ما كتب في الكتاب كتب لأجل تعليم. الاثنين كانوا بيتزحموا، ما سمعناش في التاريخ أبدا العالم كله إن توأمين عمالين يتخانقوا مع بعض جوه في قلب بطن أمهم. نقرأ عن يوحنا المعمدان إنه سجد للمسيح وهو في بطن أمه، أما الست العذراء زارت إليصابات بعد ما الملاك قال لها هو زاء نسيبتك إليصابات هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير مستطاع لدى الله. قامت على طول من الفرحة عشان تشترك معاها وتهنيها، وأول ما دخلت الجنين في بطنها سجد وقال لها عند حين صار صوت سلامك في أذني ارتقب الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الله. إنما دول كانوا بيتخانقوا جوه. هنا في الترجمة العربي يقولوا على الولدين دول يعقوب وعيسو انهم تزاحما، انما في الترجمة الانجليزي يقولوا they struggle، كلمة صعبة. قبل ما يطلعوا عمالين ينقروا مع بعض وهم جوه، تزاحما وهما بعض في البطن، حتى واحد عاوز يطلع قبل الثاني. شفتوش حد يطلع ماسك كعب اخوه عاوز يطلع قبل منه، عاوز يشد ويرجعه؟
وتزاحم أيضا يعقوب وعيسو حتى في حياتهما وهم عايشين مع بعض على الأرض. عيسو كان أحمر اللون كفروة الشعر، ويعقوب كان أملس. عيسو كان بيشتغل بالصيد في البرية، كان بيتعامل مع الوحوش وبيقتل فيها، إنسان شرس. أما يعقوب فيقول عنه الكتاب أنه كان إنسانا كاملا يسكن الخيام وكان يعمل بالرعي. تعالوا بقى للنقطة بتاعت البكورية اللي باعها عيسو بأكلة عدس. احنا ما يهمناش نتكلم عن العدس طبعا، ما يهمناش نتكلم عن عيسو إلا من حيث أنه رمز للإنسان العالمي زي ما حنشوف دلوقتي. عيسو كان يرمز للإنسان العالمي اللي ما يهموش حاجة أبدا. عيسو يمثل الإنسان المادي العالمي الذي لا يعرف لأمور الله معنى أو قيمة لأنه لا يعرف الله. كل اللي همه اللي قدام منه، كل ارتباطه بالأمور المنظورة هذه لها أهمية في نظره، أما المستقبل غير المنظور، وهذا المستقبل غير المنظور هو الذي يرتبط بالإيمان، فهو في نظره وهم وخيال. إيدي تعبان من الصيد، من رحلة صيد شاقة، ويلاقي أخوه طابخ طبقة عدس والريحة تدخل في حشيشه، وبعدين يقول له اديني من هذا الأحمر، يقول له بعني البكورية بتاعتك. تعرفوا يقول له ايه؟ عيسو. عيسو زي ما هنشوف انه انسان مستهتر، يقول ها انا ماض الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ انا هموت، يعني هتنفعني ايه البكورية؟ البكورية دي لسه للمستقبل، انا يا عم خليني في النهاردة وساعة الله يعين الله. لقد احتقر عيسو البكورية كما قال الكتاب المقدس، كما احتقر بنو إسرائيل بعد ذلك أرض الموعد، طلعوا من مصر يا ولد، طلعوا من أرض مصر وابتدوا بعد كده فكروا في القدور الكول وفي الكرات وفي الثوم وفي البصل. يقول لهم انا حوديكم الارض التي تفيض لبنا وعسل. نعم، مش عاوزين، احنا كنا قاعدين بناكل بصل وكرات وثوم في مصر، ده كانوا بيستعبدوكم ومسخرينكم، ما يهمش، الثوم والكرات احسن في ظل العبوديه. يا سلام، هذا هو مثال الانسان. واليهود احتقروا المسيح اخيرا، فكل ما كان يهتم به عيسو هو ما ينظره، عاوز دلوقتي ياكل عدس. الانسان المادي ما بيفكرش في المستقبل، شاب او شابه في خطيه قدامه دلوقتي، خطيه لذيذه، ما يفكرش قدامه يبقى يعمل ايه، عاقبه الخطيه تبقى ايه، سواء عاقبة الخطية في الدنيا هنا أو فوق، ما يهمش، إحنا في دلوقتي. ويعمل الخطية ويرتكب الخطية. طب دي هتوديك في داهية الخطية زي بعضه،
قال له بعني البخورية بتاعتي، قال له أنا حامل بها إيه؟ خدها. يا سلام، عيسو يمثل الإنسان العالمي، الإنسان المادي الذي لا يحفل بالحياة مع الله. ولذلك معلمنا بولس الرسول بيسمي عيسو أنه إنسان مستبيح، يقول في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 12، يقول ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموعه. قلنا أن عيسو يشير إلى الإنسان العالمي، إنسان بتاع الدنيا، وهو من ناحية أخرى يشير إلى الإنسان اللي ربنا يديله نعمة وما يصنهاش. ربنا إدى عيسو البكورية، ودي حاجة كبيرة قوي زي ما حشوفه دلوقتي، أكلمكم عن البكورية ومؤهلاتها. لكنه لم يكن يستحق البكورية، بل سجل عليه الكتاب أنه احتقر البكورية، عشان كده ربنا نزع منه البكورية وأعطيت البكورية ليعقوب لأنه لم يكن يستحقها. وده يفكرنا بكلام السيد المسيح، يقول الذي عنده يعطى ويزداد، والذي ليس عنده فالذي عنده يؤخذ منه. صحيح، كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون يصيرون أولين. كان يعقوب ملوش البكورية دي، وكانت البكورية من نصيب عيسو، ولكنه صار أولا وصار بكرا وصار متقدما على عيسو وصار مباركا ونال البركة فعلا من أبيه إسحاق. ما هي أهمية البكورية؟ أهمية البكورية أن المسيح يأتي من نسل هذا البكر. كون واحد يحتقر البكورية يعني بيشوفه بيحتقر حاجة أديه. ذاك الذي كان مشتهى كل الشعوب والعالم كله منتظره، هي العقورية كانت صعبة لزمان. النساء العواقر في العهد القديم كان العقورية صعبة ليه. ربنا إدى الوعد لحواء وللإنسان الأول إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. نسل المرأة إن هو مين؟ المسيح، الذي لا يأتي نتيجة زواج رجل بامرأة، لكنه لا، نسل المرأة هو اللي حيسحق رأس الحية، يسحق الشيطان. فكل واحدة كانت تتمنى أن يجي منها ذاك الذي يسحق رأس الحية. فعشان المرأة العاقر تقول أنا محرومة من البركة دينيا، ولذلك الإصابات ما ربنا اداها تقول شكرت ربنا وقالت أنه نزع عاري من بين الناس. وحنا أم صموئيل كانت تصلي وهي مرة النفس، لدرجة أن عالي الكاهن ظنها مخمورة سكرانة. فكون عيسو يحتقر البكورية ده أمر صعب جدا. الحقيقة الاثنين يعقوب وعيسو غلطانين في الموقف ده. يعقوب استغل فرصة جوع أخوه، وإن رجع جعان ورجع تعبان من الصيد، وابتدى يساومه، تديني البكورية أديك العهد. وعيسو لحماقته وجهله باع أغلى ما لديه وهو بكورية بأكلة واحدة. يعني لو صبر شوية كان هيجرى إيه؟
لو صبر شوي يعني كان حيموت من الجوع. الإنسان ممكن يقعد أيام لو صبر شوية. بعض الناس بيعملوا الخطية يعني بس لو صبر حبة صغيرة كان تفادى الخطية وكان شو وقع في المصيبة دي هي لحظة صغيرة. الصبر حلو، بصبركم تقتنون أنفسكم، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يحفظ. أما امتيازات البكورية فكان للبكر امتيازات على إخوته، جميع إخوته كان ينوب عن أبيه في غيابه ويأخذ مركزه في رئاسة الأسرة أو رئاسة القبيلة بعد موته، وكانت له بركة أبيه. أما امتيازات البكورية فكان للبكر امتيازات على إخوته، جميع إخوته كان ينوب عن أبيه في غيابه ويأخذ مركزه في رئاسة الأسرة أو رئاسة القبيلة بعد موته، وكانت له بركة أبيه. البركة يأخذها البكر. انتوا عارفين بعد كده لما هنتكلم عيسو بعد كده راح عيط وقال له يا أبي أليس لك بركة أخرى؟ قال له لا خلاص. فكان البكر يأخذ بركة أبيه. البركة بمفهوم ثاني غير البركة اللي الإنسان دلوقتي يعطيها الآخرين يقول روح ربنا يباركك. لا، كانت البركة في العهد القديم من نوع معين، هي بركة البكورية. وقبل أن يخصص سبت لاوي للكهنوت كان البكر يقوم بخدمة الكهنوت في غياب أبيه أو في مرضه وبعد وفاته، وكان يأخذ نصيبا واحدا من ميراث أبيه أكثر من كل إخوته، كما جاء في سفر التثنية إصحاح 21 عدد 17. وفي شريعة موسى اعتبر البكر الابن المخلص لله، كما نقرأ في سفر الخروج إصحاح 22 عدد 29. ولذلك جعل سبت لاوي نيابة عن الأبكار في خدمة الله. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة في هذا اليوم، وسوف تكون لنا جولات كبيرة مع يعقوب وعيسو. السادس والعشرون من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا أمين. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. إحنا الإصحاح اللي فات اتكلمنا عن زواج إسحاق برفقة، واتكلمنا عن حبلها بعيسى وبيعقوب وولادتهما والنبذة التي قيلت عن كل واحد منهم، ثم عن بيع عيسى للبكورية بتاعته مقابل أكلة إيه؟ عدس. وبقى في إصحاح 26 وفي الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى غرار، موضع اسمه غرار. غرار دي تبقى إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة الحالية. وظهر له الرب، ربنا ظهر له هناك وقال له لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك.
وأكثر نسلك، كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي، فأقام إسحاق في جرار، وسأله أهل المكان عن امرأته، وقع في نفس المشكلة اللي أبوه وقع فيها، فقال هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة، ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأة موتا يموت. وزرع إسحاق في تلك الأرض زرع، فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها، يعني ردموها، طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء، ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. وذهب إليه من جرار أبي مالك، أبي مالك ملك جرار يعني، وأحزات من أصحابه، وفي كل رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا إننا قد رأينا أن الرب كان معك. فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك، وكما لم نصنع بك إلا خيرا، وصارفناك بسلام. أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا، وقالوا له قد وجدنا ماء، فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودية ابن فيري الحثي وبسمة ابنة إيلون الحثي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة. والسبح لإلهنا دائما أبديا، آمين. نتأمل في بعض النقط أيها الإخوة في هذا الإصحاح الذي قرأناه. الإصحاح ده هو بيبدأ وبيقول وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. أنتوا عارفين أن حصل جوع في زمان إبراهيم، وبسبب إبراهيم انحدر إلى مصر.
حصل جوع وابتدى إسحاق يتحرك، ولعله فكر أن يذهب إلى مصر، لأن جرار اللي فيها الملك بتاعها أبي مالك في طريقه إلى مصر. لعل هذه بداية تعامل إسحاق مع الله. حصل جوع، بدأ إسحاق يتعرض للتجربة، والتجربة هنا كانت الجوع. وهنا نقف أمام التجربة دي عشان أقول لكم كلمتين. كثيرا ما تأتي التجارب من جهة الجسد، بل لعل التجربة الأولى اللي يجربها الإنسان بتبقى من جهة جسده. هنا بنتكلم أنه حدث جوع، والجوع مرتبط بالجسد. الشيطان لما يجي يجرب الإنسان يجربه من جهة جسده، إنما التجارب الروحية العالية ما بتبقاش في الأول. دي أول نقطة. النقطة الثانية، التجربة الواحدة اللي ربنا بيسمح بيها بتختلف من إنسان إلى إنسان. في إنسان بيستفيد من التجربة، وإنسان التجربة بتحطمه. هنا بيقول وكان في الأرض جوع. احنا عارفين في قصة الابن الضال ان اللي رجعه لابوه كان ايه؟ جوع. ولكن في القصة بتاعت ابراهيم، وايضا هنا في القصة بتاعت اسحاق، الجوع ما كانش سبب قرب لابراهيم واسحاق من ربنا. بالعكس، ابراهيم راح واخد بعضه ونازل على مصر، وكان إسحاق حيعمل زي ما عمل أبوه لولا أن الله أدركه وأظهر له ذاته في رؤية وقال له ما تنزلش مصر. طيب ورايحين مصر يعملوا إيه؟ إسحاق رايح مصر يعمل إيه؟ طبعا أنتوا عارفين القصة بعد كده بتاعت يعقوب، بتاعت يوسف لما نزل مصر وحصل جوع كمان مرة ونزلوا عشان ياخدوا قمح. مصر كانت معروفة إنها مخزن الغلال، بلاد خصبة، يعني نفس ربنا يقول كجنة الرب كأرض مصر، جنة خير كتير. والحكاية دي تخلينا نفكر في الطريقة اللي الإنسان يحل بيها التجربة. واحد أول ما تجيله التجربة على طول عاوز أسرع وأسهل حل يحل بيه التجربة ويخلص. إيه؟ جوع، على طول أنزل مصر. مصر في الكتاب المقدس في تلك الفترة كانت ترمز لمكان فيه عبودية، مكان في رخاوة، مكان في شهوات، والموضوع ده هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل بعد كده. فكون إبراهيم أول ما يحصل جوع ينزل على مصر، إسحاق أول ما يحصل جوع على طول على مصر، ده إبراهيم وإسحاق بيمثلون الإنسان اللي بيفكر في حل سريع للتجربة بتاعته. لكن انتوا عارفين ايه اللي حصل لابراهيم في مصر. ارجوكم لا تفكروا في الحلول السريعه للضيقات اللي تاتي اليكم. ابراهيم اما حصل جوع ما لجاش لربنا، بينما كل حاجه كان يسال ربنا، وربنا هو اللي قاد خطواته من أول ما قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد فأجعلك أمة عظيمة وأبارك مباركيك ولاعنيك ألعنهم.
إنما في المرة دي ما حصلش كده. إسحاق برضو ما لجأش ربنا، حب هو يحل بالطريقة الطبيعية، بينما ربنا أما بيسمح بالضيقات بيسمح بيها عشان إن إحنا نلتجئ إليه. ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. الله لي حكمة من الضيقات. ده على رأينا بيقول أحد الناس الأفاضل، بيقول الضيقات هي لغة الله لمحبيه، اللغة اللي يكلمهم بيها. إنما إحنا ساعات ما بنفهمش اللغة دي، وساعات بنسد ودنا عشان ما نسمعهاش. مع الأسف المسيح قال في طريقين، في طريق واسع اهو بيودي للهلاك، وطريق ضيق بيودي للحياة. احنا بنستسهل السكة، بنستسهل السكة بدل ما نحتمل التجربة وننال التطويب. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. نصبر شوية عشان ناخد التطويب ده. هو الإنسان اللي بيحتمل الضيقة أياً كانت هذه الضيقة، أياً كانت هذه الضيقة، على طول إسحاق فكر إن هو ينزل لمصر، لولا ربنا لحقه. كان إسحاق يسكن عند بئر لحي رؤي اللي هو ظهر الملاك فيه لهاجر في الأول مرة. وحسنا يعبر الوحي الإلهي وهو بيقول لإسحاق لا تنزل إلى مصر. مصر زي ما بقول لكم في الوقت ده بتشير للرخاء وحياة الجسد، فيها نزول. انتوا فاكرين المثل اللي كلمتكم فيه 4 مرات، انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا، نازل، وهذا يشير الى الانحدار الروحي. الانسان المهتم بجسده وباستيفاء مطالب هذا الجسد انسان عاوز ينزل، لكن بالنسبه لاورشليم التي ترمز، أورشليم الأرضية التي ترمز لأورشليم السماوية، تملي الكتاب حينما يذكرها يقول إن طالع، طالعين إلى أورشليم، أو طلع إلى أورشليم. العجيبة يا أحبائي إن إسحاق وقع في نفس الغلطة اللي وقع فيها أبوه وفي نفس المكان. برضو إبراهيم راح سكن في جرار وكان مع الملك اسمه أبي مالك، وبره قال له على سارة دي تبقى لك إيه؟ قال له دي أختي. وفعلا أبي مالك خدها لولا أن ربنا ظهر إليه وأنظره وقال له رد امرأة الرجل إليه لأنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. طب وانت ليه إسحاق عملت الشغلانة دي؟ ليه الشغلانة دي؟ ليه كذبت الكذبة دي هي؟ أنا أعتقد إن الكذبة دي جاءت نتيجة العشرة الردية اللي كان فيها إسحاق. الجماعة دول اللي في جرار والملك بتاعهم أبي مالك هم الفلسطينيون، وهتقروا عنهم في الكتاب كثيرا. دول ناس وثنيين لا يعرفوا الله. سكن معاهم، ابتدى ان هو يفطر روحيا، ابتدى ان يضعف روحيا. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس لمخاطر المعاشرات الردية، حتى ان معلمنا بولس بيحذرنا، هو مش بيحذرنا، بيقرر واقع، بيقول لا تضلوا فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. إسحاق سكن في وسط الفلسطينيين في جرار،
كانت النتيجة أنه كذب، وكانت النتيجة أن ربنا ما ظهرلوش ولا مرة. أول ما ساب درار ربنا ظهر له وبنى مذبح وقدم ذبيحة. مثل ثاني لوط حينما سكن في سدوم، وانتم عارفين ايه اللي جراله وكيف ان المدينة احترقت بأكملها بعد ان اخرجه الرب، وامرأته التي تعلق قلبها بسدوم ونظرت الى خلف الى المدينة صارت عمود ملح. عندنا مثل ثاني لمخاطر العشرة الردية في شخص القديس بطرس الرسول. بطرس الرسول ده اللي كان زي الأسد ويقول له إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، ودخل في بيت رئيس الكهنة وأنتوا عارفين الذي حدث قدام جارية ما تسويش حاجة، أنكر المسيح ولعن المسيح وجدف على المسيح وقال لها انت بتقولي ايه اني لست اعرف الرجل. قال لها ده انت كنت من شويه من كم ساعه يا بطرس كنت بتقول كلام غير كده، ولو رسيت اموت معاك. بطرس نقرا عنه انه كان جالس مع العبيد بيصطلي في النار والنار دفته، والحته كانت كويسه. الوسط مهم يا احبائي، الوسط له اهميه كبيره جدا. حينما يعاشر الإنسان جماعة صالحة ويتخذ له أصدقاء من أولاد الله، أو تتخذ البنت صديقات من بنات الله، المسألة هتبقى كويسة خالص. إنما لو حصل العكس فيا ويل اللي يسلك هذا الطريق. وانتوا لازم تعرفوا ان الانسان مخلوق قابل للتأثر بالخير وبالشر. وانتوا عارفين المثل العام بيقول ايه، من عاشر الام 40 يوم ايه، لا مش يسر منهم، ده بيقول يسر منهم، يسر منهم يعني خد منهم، يسر يسر يعني صار منهم، دي أوحش حاجة. إنما صر منهم يعني خد عادات وحشة منهم. الإنسان مخلوق قابل للتأثر بالخير وبالشر. المعاشرة الكويسة بتخلينا نتعلم حاجات كويسة، والمعاشرة الوحشة بتخلينا نتعلم حاجات وحشة. عارفين ربما قلت لكم التشبيه ده قبل كده، الإنسان حتى لو كان فاتر، والإنسان كثيرا ما يعتريه الفطور في حياته الروحية، ولو كان الإنسان فاتر وموجود في وسط كويس، في وسط عشرة كويسة، مش هيجرى له حاجة. وبيشبهوا الحكاية دي بإيه؟ بيشبهوها بالغطاس اللي بيغطس قلب المية. الغطاس اللي بيغوص في البحار عشان يجيب الاسفنج، يقطع الاسفنج وبيجيب اللآلئ والحاجات دي، هو بيبقى تحت المية وفوق منه آلاف الأمطار المكعبة من الماء، مش حاسس بتقلها. لكن ما أن يخرج هذا الإنسان من الماء وبعدين نشيله صفيحة مية ولا جرد المية ونمشيه كده، مفيش ربع ساعة يبتدي ينهج، جرى لك ايه؟ ما كان فوق منك آلاف الأمطار المكعبة. أيوة أنا كنت في داخل الوسط وكان الوسط يحملني، لكن أنا دلوقتي خرجت من الوسط. فحتى الإنسان أما بيكون بيبقى في وسط كويس وبعدين يجي له فطور روحي شوية كده، بيبقى محمول، أصدقائه بيحملوه، الجو بيحمله. إنما لو كان بعيد يا سلام. عشان كده سليمان الحكيم بيقول كده، ويل لمن هو وحده
لأنه إن سقط فلا يجد آخر يقيم. طيب، أبي مالك في القصة في إصحاح 21 من سفر التكوين بنقرأ عن ذهاب إبراهيم إلى جرار، وبرضو الملك كان اسمه أبي مالك، ورئيس الجيش كان اسمه فيكون. هل يا ترى هم دول هم دول؟ بين ذهاب إبراهيم والمرة اللي راح فيها إسحاق دي أكثر من 80 سنة، يا ترى هم نفسهم الاثنين؟ في رأيين. أغلب المفسرين بيرجحوا إن كلمة أبي مالك كانت لقب لملوك الفلسطينيين، ملوك جرار في ذلك الوقت، وكان رؤساء الجيش أيضا بيلقب كل واحد منهم بلقب فيكون. زي برضو عندنا في سفر التكوين، نقرأ في الإصحاح الثامن في سفر أعمال الرسل في العماد بتاع الخصي وزير كنداكة ملكة الحبشة، بيقال أيضا إن كنداكة ما كانش اسمها، إنما ده لقب لكل الملوك اللي كانوا بيحكموا المنطقة بتاعت النوبة والحبشة جنوب الشلال الرابع. فيجوز إن كده، ويجوز إن هم نفسهم، إنما ده في فرق 80 سنة، الناس كانوا بيعمروا كتير زمان. إنما بيرجح الرأي الأولاني. طيب، في حاجة تانية، إحنا دلوقتي حملنا على إسحاق وقلنا إن هو قعد وسط وحش، بينما إن في هذا المكان ربنا باركه وبارك الزارع بتاعه، يقول فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وطبعا 100 ضعف يعني كتير قوي، حتى إن الفلسطينيين حسدوه وقالوا اتفضل ابعد مننا. طب منين بقى لو مكان ربنا مش راضي عنه، ما كانش بارك له في الزرع بتاعه؟ أنا عاوز أقول يا أحبائي أن الخير المادي الذي يصيب الإنسان ليس برهانا على رضا ربنا، مش برهان أبدا على رضا ربنا، بالعكس ده ساعات الأشرار طريقهم ناجح، لدرجة إن أرميا النبي الموضوع ده حيره وكلم ربنا وقال له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أتكلم من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أنت يا رب ليه بتنجح طريق الأشرار؟ ناس كويسين وصحتهم كويسة وملظلظين والخير كثير والفلوس كثير، اشمعنى؟ اشمعنى يعني؟ سؤال محير، سؤال محير. فهل الخير الجسدي أو الخير المادي الذي يصيب الإنسان دليل على رضا ربنا؟ أبدا. تعالوا شوفوا معلمنا بولس بيقول إيه، لأن الذي يحبه الرب، اللي يحب الرب إيه؟ يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتبنون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. اللي بيحب ربنا بيأدبه، إزاي نوفق بين الحاجات؟ أما تشوفوا الدنيا مزهزها الإنسان وتلاقيكوا أنتوا مساكين متضايقين وتعبانين، ما تقولوش إن ربنا غضبان علينا، وما تقولوش إن ربنا يعني تتحيروا، لا لا تتحيروا، لأن الخير المادي ليس دليلا على رضا الله. وأنا أذكر إن أنا ذكرت لكم قصة من قصص الرهبان اللي جت في المخطوطات في مرة من المرات. كان في شيخ راهب وكان ليه تلميذ، ونزل يبيع الشغل الإيدين في الريف في القرية اللي جنبه منه. فأول ما نزل القرية بص لقى جنازة محترمة، وفي فرق بين الجنازة المحترمة وجنازة اللي مش محترمة. لقى الأسقف ماشي قدام الجنازة والكهنة بالمباخر بتاعتهم والشمامسة بالتواني،
قال ايه دي جنازة مين دي؟ دي جنازة فلان الفلاني الراجل العظيم. قعد يتفرج عبل ما باع الحاجة بتاعته ورجع لقى معلمه مات، ولقى ضبعة مسكاه من رجله وعمالة تجرجره الجبل وتجرجره وتجيبه. قام الصدمة كانت صعبة وسقط على وجهه وقال له يا رب بقى الراجل الغني ده اللي طول عمره عايش متنعم حتى في الموتة بتاعته كانت موتة كده محترمة، وده الراجل اللي عاش لك طول عمره وحرم نفسه من الدنيا وتوحد هنا وعاش في نسك وفي شظف عيش حتى في الموتة بتاعته ما تريحوش، ده غلب ايه ده؟ وظل في هذه المناجاة. وبعدين الله من أجل بساطة قلبه حب يريحه وقال له من أنت حتى تسأل الله أو تسائله، إنما من أجل طاعتك لمعلمك أقول لك الراجل الغني ده اللي أنت شفته في القرية والجنازة بتاعته كانت بمهابة، الراجل ده عاش حياة الشر لكن كان ليه بعض الحسنات اللي عملها في حياته بالجسد، فربنا